نحن كمان بضمن الحب والجمال من خلال صباح الشروق، بضمن السودان الوطن الكبير، القارة اللي احتوى مناخ السودان وبيئاته طبعا اللي بتتعدد خيرات السودان. تعدد الخيرات ده جعل للسودان محط أنظار للعالم، بالتحديد العالم العربي، لاستثمارات في السودان في مشاريع مختلفة، خاصة في المشاريع اللي بتهتم في مجال الزراعة. ومعروف أن السودان هو سلة غذاء العالم، ونأمل أن يعود هذا الاسم بذات المفهوم الكبير. شراكات السودانية السعودية المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين هي شراكات كبيرة جدا في السودان، مشاريع تخدم الإنسان السوداني في مجالات مختلفة. واحد من الشباب المميزين السعوديين هو واحد من رجال الأعمال السعوديين، قدم إلى السودان من أجل الاستثمار في مشاريع الزراعة. بدأ ب3000 فدان، توسعت رقعة الزراعة إلى أن تشمل 14000 فدان. نتعرف على مجمل التفاصيل دي مع أستاذ علي مفرح، المدير العام لمشروع غزواني. سعادة أنك تكون معنا صباحا من خلال صباح الشروق. صباح النور والسرور، حياكم الله. أنا أكثر سعادة بوجودي في بلدي الثاني السودان، بين أهلي وناسي وأخواننا. صراحة البلد جميلة وطيبة ومن طيب أهلها، فمهما قلنا ما نوفي بلد حقها. الله يكثر. نحن أسعد بك، وعلاقتك بالسودان مرتبطة بس بأنه آخر ثلاث سنوات أو السنوات الأخيرة صحيح بمشروع أو بالاستثمار في السودان، لكن امتدت لسنوات طويلة جدا صحيح. وزيارات طويلة جدا. أكيد أنا عندي علاقات مع أصحاب سودانيين ما شاء الله في مناطق عدة، في أم درمان، في بحري، في مدني، في القضارف، في بور سودان، في سنجة، في سنار، يعني شيخ الجواب خاطر مننا الحمد لله. يعني فده يدلك على أنه البلد بعلم ترحب بأي شخص يجي لها، يعني ما تحس بأنك غريب. يا سلام. طيب أنت شاب سعودي يافح في بداية العمر، عايز تستثمر في مجالات صحيح. مختلفة في السودان، اخترت جانب الزراعة لاحتواء السودان مناخات مختلفة. أكيد. نقف عند التجربة دي شوية، شنو دفعك أنك تستثمر في السودان بالتحديد في الزراعة؟ والله شوف، الزراعة إحنا كسعوديين بصفة عامة بلد غير زراعي، أنت عارف، لكن بحكم زياراتي للسودان، بحكم اطلاعي لمناطق كثيرة في السودان، الاستثمار الأعلى في السودان هو الاستثمار الزراعي. السودان حتى في التصنيف العالمي في دول العالم، في البنك الدولي، يعصرنا في الاستثمار الزراعي كجانب أأمن حتى من البورصة العالمية. فأنت لما تستثمر في حاجة تشوف ثمرتها قدام عينك، مش أنه أنا هستثمر في حاجة في علم الغيب، مثلا في صناعه، في مثلا في الصناعه ممكن تكون افضل من الزراعه في مرحله جايه، لكن زي الاستثمارات العالميه، شيء انت ما شفته قدام عينك، ما شفت ثمرته، عين المتعه في الزراعه نفسها، تقعد مع اهل البلد، تعيش الدور معهم، تعيش مع المزارعين، تعيش حياتهم، دي بحد ذاتها مكسب قبل المكسب المادي. يا سلام، هلا بك، احنا سعيدين بها. طيب بتكلم على المشروع وزواني الزراعي، ادينا اضاءه عن هذا المشروع وفكره المشروع بصوره عامه والأهداف الموضوع من خلاله. إحنا بدأنا مشروعنا في 2018، بداية 2018 آخر 2017 بدأنا في كعملنا تجربة في أكثر من محصول في منطقة القضارف، زرعنا سمسم، زرعنا ذرة، زرعنا دخن، كتست، يعني كل نوع عملنا على المطري في المطري. بعد ما شفنا كمية الإنتاج وجودة الإنتاج الحمد لله، يعني الميزة اللي هنا الأرض طبيعي، ما فيها أسمدة كيماوية، ما فيها مشاكل، وده يميز المحصول السوداني عن باقي دول العالم. توسعنا مع شراكات مع مزارعين سودانيين أصحابنا، وأفادونا صراحة بخبرتهم في موضوع القطن، موضوع عباد الشمس، موضوع التسالي، موضوع اللي هو الدخن. فوزعنا في 4 مناطق في القضارف، بحيث أنه كل منطقة تخدم محصول معين، ونسبة منسوب الأمطار فيها تناسب محصول معين. جميل. بديت ب3000 فدان، واتسعت بعد التجربة والنجاح اللي حققت التجربة إلى 14000 فدان. ما كنت بتتخوف من زراعة كل هذه المسافات، ولا كنت أصلا متوقع أنك حتحقق نسبة النجاح اللي حققتها من خلال التجربة؟ يعني شوف، أي تجربة فيها جانب المخاطرة وجانب الآمن. المخاطرة أنت لما تكون مرتب شغلك، تسلسلك الإداري، سيستمك المالي، أمورك دي كلها، إن شاء الله ما عندك مشكلة. الجانب الآمن في الموضوع أن أنت تشتغل مع ناس من أهل المنطقة وبشراكات وبخبرات عالية. أنا يعني في الناس اللي ما أنكر فضلهم عليه في القضارف في السودان بصفة عامة، الأخ عبد الله عثمان أبو عشر، عائلة معروفة في القضارف، وقفوا معنا وقفة رجال. الأخ ياسر الصعب، يعني من أشهر الناس في القضارف، وقفوا معنا، أدونا الخبرة، أدونا الرأي المناسب. يعني نجاحنا يكون مناصفة بيننا وبين الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دكتور محمد تاج السر في ولاية القضارف وقف معنا وقفة ممتازة جدا، يعني البلد بيحسوك، يوقفوا معك كأنهم سيادة الحق، مش أنت مستثمر جاي تأخذ مثلا مبلغ أو فائدة وتطلع برا، ودي ميزة ما تلاقيها في بلد ثاني غير السودان. يا سلام، جميل. طيب الآن المشروع شايفه كيف في المستقبل القريب؟
والله المستقبل القريب احنا نطمح لان نتوسع اكثر في مجالات اكثر. حتى انت حاطط ارقام؟ انا حاطط ارقام انه المطري يصل لحد 20,000 ان شاء الله في الموسم الجاي. خلال 4 سنوات نطمح ل 50,000 فدان. عندنا جزء الان عملنا تجارب في المروي في الطماطم وفي جزء في القمح تحت الدراسه الان نشوف نتائجها. مشيت الى حلفة الى حلفة للطماطم. وعندنا الان حنفتح ان شاء الله اذا ربنا يسر احنا مجموعه شركاء سعوديين نخش في مجال التعدين ان شاء الله في المرحله الجايه. جميل استاذ علي، يعني الاستثمارات في السودان، استثمارات السعوديه بالتحديد، لانه العلائق والرابط اللي بتربط السودان واثيوبيا علاقات اخويه قديمه جدا وامتدت حتى في مجالات مختلفه، لكن جانب الزراعه عموما لو تكلمنا عن شكل الاستثمارات السودانيه السعوديه مربوطه بالخطط الاستراتيجيه للبلدين، المصالح المشتركه، كيف بتنظر لها الان بيتزاويه وما المطلوب لتعزيزها اكثر في الفترات القادمه؟ احنا صراحه الاسبوع الماضي كان في تصريح لولي العهد صاحب سمو الملك محمد بن سلمان، وجه رجال الاعمال السعوديين بالاستثمار في السودان. طبعا ده يدل على شيء، يدل على قوه علاقه بين البلدين، بين السعوديه وبين السودان. الشعبين نفسهم مترابطين بغض النظر عن الحكومتين، يعني الحكومه عزت الجانب ترابط الشعبين، وده جانب امن لاي مستثمر انه لما حكومتي توجهني لبلد زي السودان، بلد فيه يعني الروابط اصلا من قبل مهيئه، فانا اكون استثمر وانا مطمن ما عندي اي مشكله. وأضيف لذلك أنه الجانب الشعبي السوداني نفسه، الشعب السوداني بغض النظر يعرفك أو ما يعرفك، تحس أنه أنت عايش في بلدك، ما عندك أي تخوف. في بعض الجوانب في البداية، يعني تعرف الفترة، يعني فترة كان في مشاكل في الجانب المالي، الجانب المصرفي، دي عملت عوائق لنا كمستثمرين في البداية. نتمنى الجانب المصرفي والجانب المالي والقوانين الصادر يكون يعني تكون صوتها أوضح في الأيام الجاية، بحيث أنه لما الشخص يتوسع يتوسع على بينة. وانا شايف ان الحكومه متجهه للشيء ده الحمد لله، يعني بعد التغيير اللي حصل. جميل. ماشيين فيه بخطوات ملموسه نحو تعديل القوانين ويعني فتح مجالات ارحب للاستثمار بصوره عامه. عاوزين نمشي عشان نصل لحتتين، الامان والجذب. وديل الحتتين اللي انت بتركز عليهم كثير جدا. طالما في توافق وتوجيه من الحكومه اكيد عنصر الامان يتحقق، وعنصر الجذب بكل تاكيد موجود. خلينا نواصل في النقطه دي ونشوف اذا برضه واجهتك اي عقبات من خلال الاستثمار. هنا كان العقب الاهم عندنا في الفتره الماضيه عقبه المصارف، تعرف مشكله المصارف والسيوله كانت صعبه لاي شخص، لكن الحمد لله يعني قدرنا نتجاوز المرحله دي ما شاء الله، يعني المسؤولين في السودان هنا توجيهاتهم مساعدتهم لنا يعني وقفوا معنا في الجانب ده. النقطه الثانيه اللي هي انا كمستثمر او انا عندي محصول في جزء حبيعه محلي، جزء حصدره، جزء حصنعه. فكره او لوائح الصادر في الفتره الماضيه كانت غير واضحه، يعني اليوم براي بكره براي، يعني ما كانت قبل التغيير وقبل الحكومه يعني. فلو الان في الوقت الحالي احنا شايف ان الحكومه ماشيه في اتجاه ما شاء الله ممتاز جدا، وحتى وزاره الاستثمار وزاره التجاره لما جينا وسالنا يعني بقت الامور واضحه يعني اكثر من قبل. فاذا توضحت الامور في الصادر، في الاستثمار، في الجانب المصرفي، اي مستثمر يدخل هو مطمن، يعني انت عارف الجانب المالي والجانب الامني بالنسبه له. جميل. استاذ، يعني لو تكلمنا عن جانب اخر ما يخص عمليه العماله وما يخص الايدي العمل، معروف انه كل ما اتسعت رقعه الاستثمارات الزراعيه او غير من المجالات الاخرى، زادت الايادي العامله بنسبه لتوفير فرص اكبر بالنسبه للشباب وايضا المزارعين. نتكلم عن الجانب ده، من 3,000 الى 14,000 فدان، واتسعت الرقعه الان في ولايات السودان المختلفه. كيف بتشوف العماله والايدي العامله وتوفير فرص من خلال استثماراتكم انتم في السودان؟ اشوف الفرص الوظيفيه تعتمد قبل شيء اول شيء على الكفاءات. انا كمستثمر اجنبي استقطب كفاءات ابناء البلد نفسهم، يعني احنا معنا فريق عمل سوداني استقطبناهم، علاقاتنا معهم وخبرتهم ما شاء الله وتفانيهم في الشغل. ايضا عندك العماله الموسميه، فاحنا الكادر الاساسي في الاستثمارات يكون عندك ابن البلد. عندي ايضا ما اغفل دور مدير المشروع، يعني الاستاذ تخلاي هيلي، طبعا هو اثيوبي لكن مواليد السودان، ابن البلد ودارس في جامعه الخرطوم هنا، وله دور صراحه كان ايجابي جدا في المشروع، وعلاقاته في السودان ما شاء الله تبارك الله قويه جدا. فريق العمل السعودي الاثيوبي السوداني اجتمعوا مع بعض كونوا فريق عمل متناغم جدا في ولايه القضارف بحكم قرب ولايه القضارف من اثيوبيا. فالعمال الموسميه كانت سهله جدا، السودانيين ابناء البلد
يعني عايشين معانا ومساعديننا واقفين معانا وقفه ممتازه جدا، فما كان في اي عقبات الحمد لله. يا سلام. الحمد لله، ان شاء الله يعني ما تكون برضو العقبات موجوده ويظل الاستثمار. دخولي الى مجال التعدين، ايوه يعني هذا ايضا باب واسع جدا وموضوع كبير جدا، فكيف كانت الفكره اصلا لولوج هذا المجال وشنو المنتظر برضو والمأمول في القريب؟ والله شوف، احنا ضعنا وفد من السعوديه مجموعه، الاستاذ محمد العبدلي نائب رئيس الغرفه التجاريه في المجمعه، دكتور محمد حدادي مستشار القانوني للمجموعه، الاستاذ راشد الدوسري رجل اعمال وشريك معنا في شغل الزراعه. فطلعنا كمجموعه وطلعنا مع شباب سودانيين من نفس المنطقه شرق السودان ومن اهل المنطقه، وعرفونا ما قصروا وادونا جوله في المنطقه وشفنا التعدين من بدايته لاخر مرحله في التعدين. انت لما تكون عارف المراحل كلها من اهل البلد نفسهم، من اسياد المنطقه اللي هم متمكنين في شغلتهم وعارفينها، انت تقدر تدرس مشروعك وتحط نقاطك الاساسيه على بينه. فاحنا تعمدنا انه قبل ما نبدا في اي مشروع نطلع كفريق عمل متكامل، القانوني والمالي والاستشاري والاعلامي وكله مع بعض يكون فريق واحد عشان نقيس المشروع على بينه. طيب فيما يخص زراعه المشاريع الكبيره دي، بديتوا بالسمسم وانتشرتوا في زراعه بقيه المحاصيل الزراعيه الاخرى، هل انتم بتستهدفوا المحصول على حسب الاستهلاك الكلي ولا على حسب الحي للتسويق العالمي؟ شوف، في محاصيل تحتاجها انت كتسويق عالمي زي السمسم والقطن، دي مطلوبه عالميا. في محاصيل انت تزرعها للطلب المحلي عندك هنا، لانه انت حتبيع منها جزء محلي وحتبيع جزء صادر. وفي بعض المحاصيل تستهدفها لتركيبات الاعلاف الصناعيه، الاعلاف المصنعه. فالسمسم والقطن دي استهداف عالمي. عندكم نوع من الذره والفتريته، ده صحيح. اشهر انواع الاعلاف على مستوى العالم، يعتبر الان كعلف حيواني غير الاعلاف الخضراء. وفي السعوديه هو الدرجه الاولى في الخليج عندنا. درجة أولى يعني يعتبر. بيجي نفس النوع، بيجي من دول ثانية بس غير مرغوب. ممكن تديني النوع الثاني مثلا الهندي أو أي دولة ثانية أقول لك بنص القيمة، لا أنا باخذ السوداني بدبل القيمة، ما عندي مشكلة للجودة. جميل. طيب نحن حنواصل في النقطة دي ونتكلم أكثر عن توسعكم وعن المحاصيل المختلفة، لكن خلينا مع زملاء في الكنترول نهديك المادة القادمة، جزء من الثقافة والتراث السوداني في احتفاء مميز جدا، ونعود نتواصل معكم مشاهدينا. We'll be right back.
علينا. شكرا زملاء في الكنترول على المادة الجميلة. أهلا وسهلا يا أستاذنا مفرح. لو تكلمنا عن جانب آخر فيما يخص عملية التشجيع، تكلمنا عن مستثمرين سعوديين جي السودان هنا واستثمروا في مجالات مختلفة، بالتأكيد حينقلوا هذه الخبرة بالنسبة لمستثمرين الشباب في السعودية. قدروا كيف كانت تقييم التجربة ما بيناتكم أنتوا، وهل كان في تشجيع، هل في همة أنه يستثمروا في السودان في المرات القادمة إن شاء الله؟ شوف أنا ما أنا بقول لك مهما تكلمت في السودان ما بوفيها حقها. أنا كشخص أتكلم عن شخصي، أنا نقلت الفكرة لأصحابنا والزملاء في المجموعة أنه في استثمار آمن في البلد، في ترحيب من أهل البلد نفسهم. طبعا الشخص إذا ما زار بنفسه ما حيقدر يقيم لك التجربة، فأنا أصريت على المجموعة وطلعنا مع بعض الحمد لله، وقعدنا قبلها في اجتماع في السعودية والكل كان مرحب بالفكرة، لكن زي ما قلت لك الشخص اللي ما شاف ما يقدر يقيم الفكرة. الحمد لله شفت ردة الفعل عند الشباب إيجابية جدا، مع أنه طبعا تعبتهم شوية في المشاوير، أخذتهم مشوارين بعيدة كده في يومين وراء بعض، لكن كانوا مبسوطين جدا من التجربة. شافوا المناطق التعدين، شافوا الزراعة، شافوا ترحيب أهل البلد نفسها، فكرة جدا متقبلين فكرة الاستثمار في السودان. يا سلام. الزملاء في كنترو كان أطلعوا علينا واحدة من الفيديوهات اللي بتعبر عن تراث السودان. طبعا بيئات السودان بتختلف زي السعودية. أيوة. طبعا ناس الجنوب وكذا. أيوة. تختلف البيئات وتختلف كمان اللهجات. صحيح. كيف وجدت السودان من منظور الثقافي؟ دخلت معاهم، عرفت رقصاتهم وكذا؟ عرفت والله، دخلت معاهم في مناطق كثيرة، حضرت مناسبات لهم. الشعب السوداني شعب ونيس، شعب اجتماعي، شعب أي مناسبة تحضر معهم تحس أنه أنت من أهل البيت، مش من خارج شخص ضيف جاي عليهم ولا حاجة. فزي ما قلت لك حضرت مناسبات في أم درمان، مناسبات في القضارف، حضرت مناسبات في بور سودان. الفن التشكيلي في البلد وتعدد الثقافات في البلد، تعدد الأعراق في البلد، يعطيك قاعدة ثقافية كبيرة جدا في السودان. شنو الاختلاف والتباين ما بين السودان، الثقافة السودانية والثقافة السعودية من حيث الموروث؟ أنا أتكلم لك عن أنا من جنوب المملكة. أنا لما جيت القضارف كنت أتكلم مع الزملاء، قلت أنا لما دخلت القضارف ما تفاجأت أنه منطقتنا في الجنوب كان فيها نفس البيئة نفس العادات، القطية، العنقريبة، الجبنة، الراكوبة، دي كلها عندنا بس مسميات أخرى. فأنا حسيت أنه فعلا قاعد في بلدي. الكلام ده أنا حضرته وأنا صغير، البيئة دي عشتها وأنا صغير، فما حسيت أنه أنا غريب في البلد. الثقافات متقاربة، القبائل متداخلة، الموروث الشعبي موجود في السعودية في السودان، بدأت أنه بحكم القرب الجغرافي. جميل. عشان كده كان في تفاعل مع التراث. أكيد أكيد. أهلا البطانة. أكيد. نعم. أهلا حبايبنا. نختتم برسائل في بريد المستثمرين. أيوة. وأكيد إحنا كنا حنسأل عن الصورة الذهنية بعد الزيارة والمشوارين. أيوة. الطوال دين، ورسائل برضو أخيرة في بريد الدولة. والله شوف أنا في السودان بلد خير، وبلد فيه ثروات ما شاء الله تبارك، ربنا يبارك له ووسع عليه وعلى أهله يا رب إن شاء الله دائما. أنا كمستثمر يهمني الخدمات اللوجستية. أنا قلت لك مشينا مشوار بعيد شوية، الشباب استغربوا من بعد المسافة وفي مشكلة في بعض الطرق شوية، دي الخدمات اللوجستية للصادر، الأشياء دي تكون إيجابية لأي مستثمر. ما أنا لأ بكون عندي محصول لازم أعرف الطرق كيف أطلعه برا، كيف أصدره، اللوجستيك كامل. أيضا تكلمنا في البداية في الجانب المصرفي والجانب المالي، لكن شهادة حق تقال، المسؤولين ما بيقصروا وقاعد يبذلوا أقصى جهدهم، لكن التركة ثقيلة، يحتاجون لجهد أكبر. وإحنا إن شاء الله أخوانكم السعوديين منكم وفيكم، نتقبل النقد البناء من طرفنا ومن طرفكم، نتقبل التوجيه من مسؤوليكم من مسؤولينا، في الشيء اللي يخدم البلدين احنا حاضرين، ونتمنى الخير دائما للسودان للسعوديه مع بعض ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان تنتقل الفكره من مجال الزراعه الى جانب السياحه، ما يتمتع به السودان من موروث ثقافي حضاري كبير جدا، عشان تعم الفائده والمصلحه المشترك ما بين الشعبين الشقيقين. ممكن انا لو قاطعتك في النقطه دي، احنا في الوفد اللي جاي معنا الان جايبين شخص متخصص، الأستاذ محمد العبدلي، متخصص في مجال الترفيه وحقق نجاحات على مستوى المملكة. ناسا. والآن يعتبر مصنع مصنف من الدرجة الأولى في المملكة في صناعة الترفيه، وحضر معنا وقعدنا مع ناس متخصصين هنا في المنطقة وفي السودان وجهز فتحت الدراسة موضوع الترفيه إن شاء الله. مجال الترفيه إن شاء الله. شكرا جزيلا، مرحبا بك مرة ثانية. تسلم تسلم، بارك الله فيك. احنا أكثر تخير أستاذ علي مفرح. شكرا جزيلا، مقدرين.